في السباق ضد أزمة المناخ لا يمكننا ترك أي شخص وراءنا، هذا هو شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام. نعم باسل، يعني ضمن السباق من أجل الإنسانية الذي يكرسه هذا اليوم، هنالك تحدي عالمي من أجل العمل المناخي بالتضامن مع من هم في أمس الحاجة إليه. لأن حالة الطوارئ المناخية تتسبب بفوضى على نطاق لا يمكن لمن يتصدون لتغير المناخ والمجتمع الإنساني كله التحكم فيه. وللأسف الوقت يمر بسرعة لأكثر الناس تضررا من حالة الطوارئ المناخية تلك، وقد لحقت الأضرار بمنازلهم وأيضا سبل عيشهم. إذن اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام 2021 يسلط الضوء على العواقب المباشرة لحالة الطوارئ المناخية على الأشخاص الأضعف في العالم والتعريف بمشاكلهم وتحدياتهم على هذا الصعيد. جولة الآن على أكثر الدول المتضررة من التغير المناخي في هذا التقرير. وكأن الطبيعة فاض صبرها تجاه البشرية وتعبر عن غضبها وعبث الإنسان فيها عبر التغير المناخي الذي ازدادت تهديداته مؤخرا في العالم أجمع. الجفاف والأمطار الغزيرة والتصحر وذوبان الجليد وحرائق الغابات والفيضانات وغيرها من مظاهر الطبيعة الاستثنائية عادة والمتكررة مؤخرا، جعل العراق يواجه تحديات مناخية عديدة بينها الجفاف واتساع رقعة التصحر وارتفاع معدلات التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع الزراعة الذي يعد أحد ركائز اقتصاد البلد. اليوم العراق بحاجة إلى تضافر جهود كبيرة، منها على ما يقع على المجتمع الدولي ومنها أيضا ما يقع على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وضع خطط واضحة وصريحة للنهوض بهذا القطاع المهم، لأن تحديات التغير المناخي اليوم هي تحديات عالمية لا ينبغي أن يستهان بها. إذن الوضع المناخي المتأزم جعل المزارعين ومهنيي القطاع يطالبون بوضع خطط لمعالجة أزمة القطاع الزراعي، والعراق ليس وحده المتضرر زراعيا، ففي الجزائر أدت التغيرات المناخية المتجلية بقلة الأمطار والثلوج إلى انخفاض حاد في إنتاج الزيتون لهذا الموسم، وأما حرائقها الأخيرة التي وصفت بمشهد من نهاية العالم فقد اندلعت في غابات بمناطق جبلية شرق الجزائر ووصل عدد ضحاياها إلى 65 شخصا. تعرضنا أكثر من 20 سنة لجفاف متقطع، لكن مساحة الجزائر الحمد لله شاسعة، حتى إذا ضرب في الجهة الشرقية ممكن يكون في الجهة الغربية أحسن، لكن السنوات هذه عم الجفاف نتيجة الاحتباس الحراري ثم كذلك الظروف اللي هي نتاع المناخ. والفلاحة الجزائرية بالرغم من التطور نتاعها إلا أنها عانت معاناة كبيرة جدا. وتدور تونس مناخيا في الدائرة نفسها، وقد وصلت حرائقها مؤخرا إلى 155 حريقا في أقل من يومين، وتحذر تقارير غير رسمية في تونس من أزمة جفاف محتملة بحلول عام 2030. وتقول هذه التقارير إن شح الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية ونقص الأمطار واستنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية قد تنذر بأزمة في قطاع الزراعة. أما في الأردن فيتوقع خبراء البيئة أن تشهد المملكة فرقا واضحا في متوسط درجات الحرارة القصوى مع نهاية القرن الحالي، إلى جانب انخفاض معدلات هطول الأمطار. هذه المؤشرات سيكون لها تأثيرات سلبية على توافر الموارد المائية والمحاصيل الزراعية وأيضا الكوارث الطبيعية المتعلقة بالفيضانات والحرائق. والآن نتابع أبرز الحقائق المتعلقة بتغير المناخ بحسب أحدث تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. بداية، يقول التقرير أن موجات الحرارة والأمطار الغزيرة والجفاف ستصبح أكثر شيوعاً وتطرفاً في العالم في الأيام المقبلة. ويضيف التقرير أيضاً أنه من المرجح خلال العقدين المقبلين أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة
الصناعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، ولكن لا يمكن استبعاد ارتفاعه مترين بحلول نهاية القرن، مما يؤدي إلى تدمير البلدان الساحلية المنخفضة. ورغم جميع السيناريوهات التي تتحدث عن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يقول التقرير أن ذلك لن يتحقق خلال هذا القرن ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة في الكربون. وفي متابعتنا يا رؤى لقضية تغير المناخ، لا يمكن طبعا أن نغفل الجانب الإنساني لمأساة الجزائر، حيث تسببت حرائق والغابات التي اجتاحت شمال شرق البلاد في احتراق منزل شقيقين بقرية صغيرة، ما جعلهما مشردين من دون مأوى في انتظار وعود الحكومة بالتعويض. على أطلال منزلهما المحترق وهو الوحيد اللذان يملكانه، يقف الأخوين خلاف وليزيد تيزيبت بعد أن أتت عليه النيران أثناء حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة وتركتهما مشردين. يتذكر الأخوان المتقاعدان اللذان يتقاسمان المنزل أن كل ما نجحا به بعد مداهمة النيران لقريتهما آية سيد علي في ولاية بجاية أنهما تمكنا من الفرار بأسرتيهما من المنزل الواقع على أطراف القرية الصغيرة وكانت تحيط به أشجار الغابات من كل جانب. أصبح الرجلان وأسرتهما بلا مأوى مثل مئات الجزائريين الذين احترقت ممتلكاتهم في أسوأ حرائق تعيها الذاكرة في الجزائر، والتي أتت على مساحة شاسعة من شمال شرق البلاد خلال الأيام السبع الماضية وأودت بحياة العشرات. وعلى أمل أن تفي الحكومة بوعود تعويض المتضررين وإعادة إسكانهم، تتلقى أسرتا الأخوين خلاف وليزيد العون من المنظمات الإغاثية المحلية التي تتبرع لهما بالغذاء والأدوية والبطانيات بما يسد حاجتهما. ولكل الأسباب التي رأيناها الآن، الإنسانية منها والبيئية، لا يمكن تجاهل خطورة ملف تغير المناخ. ولذا اليوم تأخذ إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على محمل الجد تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التهديدات المناخية المرتقبة بعد صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. ولأن الاعتماد على الوقود الأحفوري سبب رئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا بالتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية، وهو ما سلط الضوء على أهمية كهربة الاقتصاد الأمريكي كما سميت، في خفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 50% في العام 2030 مقارنة مع مستويات العام 2005. الآن تنضم إلينا جيرالدين غريفيث المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية. صباح الخير عليك سيدة غريفيث. يعني في البداية حدثينا لو أمكن عن الشق المناخي في خطة الرئيس بايدن الجديدة، ما هي ملامح هذا الجانب من الخطة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. تولي إدارة بايدن أهمية كبيرة لمكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، واهتمام الولايات المتحدة بالاحتباس الحراري لا يقتصر على النوايا الحسنة فحسب، بل على الازدهار والاستقرار في الولايات المتحدة والعالم كذلك. ففي السنوات الأخيرة أصبحت الكوارث الطبيعية أكثر تكراراً وأكثر ضرباً، وتكلف هذه الكوارث مليارات الدولارات. فبالتالي تولي إدارة بايدن أهمية كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة. نعم، يعني يبدو أنه الرئيس بايدن يذهب في خطته نحو الهدف الأهم للحد من تهديدات التغير المناخي عبر اعتماد سيارات كهربائية بدلا من السيارات العادية التي تعمل بالبنزين للحد من تداعيات أزمة المناخ. إذن يعني كيف يمكن التحول السريع لها، وهل يمكن ذلك في مدة قريبة؟ منذ 2010 قد رأينا انخفاض في أسعار التكنولوجيا النظيفة والخضراء. على سبيل المثال سعر الباتريات للسيارات الكهربائية انخفضت 85%، فهذا يسهم في السواسية في أسعار في السيارات التقليدية والسيارات الكهربائية، وهذا الشيء مغري للمستهلكين. فلذلك تسعى إدارة بايدن لاتخاذ خطوات لتخفيض هذا القطاع لتشجيع المستهلكين على شراء التكنولوجيا الجديدة بدلا من التكنولوجيا
أعطى لها ثمن. إذن يعني كما ذكرتي يبدو أن إدارة بايدن تأخذ التحذيرات الأممية على محمل الجد وتتجه بالفعل نحو أهمية كهرباء الاقتصاد الأمريكي في خفض انبعاثات الكربون في البلاد، ولكن هل يبدو أنه سيتمكن من تحقيق ذلك بشكل كامل في العام 2030 في غضون 9 سنوات فقط؟ إدارة بايدن تولي كل ما بوسعها من أجل تحقيق ذلك، لأنه بسبب حسب عدة دراسات في حلول عام 2030 التغير المناخي وتداعياتها سوف تسبب الفقر ل 100 مليون شخص في كافه العالم. لذلك مكافحه التغير المناخي امر ملح لاداره بايدن. يعني في خطة بايدن المناخية أكيد راح يكون لها أثر يعني جيد وإيجابي على الدول، ولكن كيف يمكن أن تساعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت مؤخرا تغييرات وأيضا تهديدات جدية في المناخ؟ تقدر الولايات المتحدة جهود دول الشرق الأوسط في مكافحة التغير المناخي مثل الإمارات في المؤتمر الدولي بشأن المناخ في شهر أبريل. أعلنت الولايات المتحدة والإمارات عن إطلاق مبادرة مشتركة للاستثمار في الابتكار في الزراعة، وهدف هذه المبادرة هو تعزيز الأمن الغذائي واستثمار في التكنولوجيا الجديدة وزيادة الإنتاجية الزراعية من أجل تعزيز الاستعداد الدولي لمكافحة الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الأمن الغذائي في طيب سيدة جريفيث، بما أنه اليوم أيضا اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي اتخذ المناخ شعارا له، دعينا نتحدث عن المتضررين من تغير المناخ في عدة أماكن في العالم ممن هم بأمس الحاجة اليوم إلى المساعدة، كيف يمكن مساعدتهم فعليا وبأقصى سرعة؟ نعرف أنه بسبب هذه الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية تؤدي إلى تشريد الجاليات المحمية. الجالية بمس الحاجة للمساعدة الإنسانية، فبالتالي الولايات المتحدة تتطلع لمزيد من الشراكة على المستوى الدولي لمواجهة هذه التحديات، ونتطلع لإجراء COP 26 في شهر نوفمبر في المملكة المتحدة، وسوف نرى مزيد من الخطوات مزيد من المبادرات الدولية لمواجهة التغير المناخي، لأنه بسبب التغير المناخي قد رأينا زيادة في الاحتياجات الإنسانية الملحة في كافة العالم، ومواجهة هذه التداعيات تبفي مصلحة جميع الشعوب الدولية. جيرالدين جريفيث المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، شكرا جزيلا لك.